مشاهدينا الكرام، في عدد جديد من صالح جدا. اليوم انا حنسقسيو المواطن الجزائري اذا يقدر يسكن في دار نسابو، يعني عند باباته ويمات مرتو. تبعوا معنا كيفاش كانت الاجابات. مازال لو كان يقولوا لك دار نسابك اروح تسكن عندنا؟ هو لا ما نقدرش، ما نروحش، لازم نكري ولا ندير كاش حال، ما نروحش عند نسابي، هذه عاده نتاعنا حنايا، ما نروحوش نسكنوا مع نسابنا. مادام تزوجت ندبر راسي. نسابي ما نسكنش عندهم، مالقري نسابي لاباس الحمد لله، ما نسكنش عندهم. بارك هي الحاجة اللي خلاتك ما تسكنش عند دار نساب؟ هي هكذا، احنا هكذا ما نقدرولهاش. تكريا ولي بروبلام، دوك ما تقدرش دير واش تحب انت، زعما تنجم دير حاجة ولا تقول لك راني في دارنا، تكروشي مع المرأة تقول لك راني في دارنا، صح ولا لا؟ ما تقول لك ماكوش مانيش في دارك، واش تهضر معاها تقول لك اسمع دير بيان في بالك بلي راك في دارنا، مانيش في داركم. تسمى ما تقدر تحكي معاها بوالو يا لو كان زعما راك في دارك ولا تنجم حاجه اللي تهضر معاها نورمال، مي واش نكفو اللوفات تقول لك زعما راك في داري ما تنجم دير والو، كلمه هذيك تبريزي لك حياتك. وكاين اللي ريزيستي كاين اللي لا بور مو انا ما ريزيستيش الهضره هذيا. تعيش محقور مع نساك، امبوسيبل تعيش مرتاح، امبوسيبل. باش تقول لي هذا اللي عايش مع نسابو وعايش مرتاح، وريهولي نقول نشوفو انا، هذا نعطيه جائزة اللي كان عايش مع نسابو مرتاح. إلا نسابي لاباس بيهم وعندها الدار ونسكن معاها وعندهم اللي تساقع وبيان بيان سو نسكن معاها، ولا لا تديني نسكن معاها بيان، عندها الدار عندها كلش عندها كروسة بيان، مهني واش نزيد؟ يا سلام على التواضع. مدام صراحة تقدري تجيبي راجلك يسكن عند باباك ويماك؟ ما نقدرش جامي دلافي، راجلي اللي نزوج به يديني عنده ماشي يجيبني عندي مو بابا. تجيبيش؟ ما نجيبوش. نا هي لاباس عليها وعندها لي تسع وهو مسكين عليه الضيق، روح يساق. مادام مي باغون حيين امبوسيبل، كما يقولوا ناس زمان مازالهم شادين في الاصول، جونغ تزوجي روحي لدارك وتهني ما تجيبيليش الراجل للدار، امبوسيبل. بالك يماك وباباك ما يقبلوش؟ نو ماشي لك تنطي مو بابا، انا عقيدتي هكذا دايره، ما نجيب راجل ما ندخلوش عندي للدار، انا كنجمع راجلي هو اللي ينفعني، لازم تكون عنده الدار وعنده الخدمه. سو ما عندوش ما نتزوج، ما نهلك الناس ما يهلكوني، نقعد هكذا سليباتير. كان راجلك يكون عنده مشكل تاع السكن؟ يروح يكري. تكري وما تجيبيش لدارك؟ امبوسيبل. هادو نسابي مدوا لي شغل دار ولا شومبرا ولا نسكن مع مرتي والحمد لله كاع، وعفسه ما تخص. عند نسابي وبالقدر كاع. هادي هي يا خو. ماذا بك هكا؟ ماذا بيا كاع، واش نزيد؟ نزيد نجيب دارنا كومبلي يسكنوا معايا. ما كاش اشكال نسكن عندهم. نعيش معاهم، والدي هادوك والدي الدوزيام. راجل عنده النيف، اللهم صل على النبي. شو اللي فيه ستعمروتشي؟ نحب انا نسيبي يقعد حاضر معايا كي نقول له اوقف يوقف نوقف 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 لك في الدار ناغ برا واش بغي نوقف نوقف. متزوج؟ راني باني باير مانيش نزوج 40 سنة. شنو متزوج؟ كاش سكنة؟ على جال سكنة؟ لو كان تزوج بمرا يكونوا نسابك يعني باباها ويماها مرفين وعندهم لي تسع، تسكن عندهم؟ ما نسكنش عندهم، امبوسيبل. نولي نقضي لهم نولي كذا تولي ما تنجمش تهضر، تشوفها خرجت ما لابسه لبسة عيانة ما تهضرش. واش نقول لك يا وليدي على بالك باللي انت حياتك راهي ما كانش. راك عندهم. تولي ناس ملاح. تولي عاقل. تقدري تجيبي راجلك يسكن عند باباك ويما؟ بيان سور. بيان سور نورمال. يقولوا يحكوا عليك يهضروا عليك. شكون يحكي عليك؟ نسابك نسابك. داركم ويحكوا عليك، كيفاش نسابك ما يحكوش عليك؟ امبوسيبل تكون عند نسابك. امبوحال. والله غير امبوحال. الله. ولو كان ما تكونش عندك سكنة؟ ما عندي سكنة ما نتزوج. شو على اللي ما تزوج ماهوش عايش؟ لا عندي خالي يسكن هو في دار نسيبو، وما هيش حاجة عيب جملة واحدة، كل الفاميليا لبعضها تهز بعضها، ما هيش حاجة جراف. أنا نشوفها تشوفي بلي راجلك نورمال يسكن عند نسابو وعند باباك ويماك. نورمال نورمال. كاش منها غير كان عندي لي زيوفار، هذه ما كاش منها كاع، غير كان عندي لي زيوفار ولا لي زيو بلو. باسكو عيب. عيب باسكو مرتك. تشوفي فيها عيب لو كان راجلك يجي يسكن في دار نسابو؟ ايه عيب، لازم اجي تحمل مسؤوليته. الحجة صراحة تقبلي تجيبي راجل بنتك نسيبك يسكن عندك لو كان ما يكونش عنده سكنة؟ ايه ما نجيبوش، هو ما عندوش سكنة ما نعطيلوش بنتي. ما نناسبوش. وباش تكون قاعد عندهم عزيز تما نسابك، باش تقعد عندهم عزيز لازم تنيفيتيهم. ويسمح في والدي ويروح يسكن مع نسابو، ما كانش منها هذه جامي، ما كانش منها هذه. زعما نقولوا نسابك عندهم ليت ساعة. ميم يكون عندهم لي تسع الاحترام. حاب ندخل انا الدار مع العشرة ولا تصل ال11
نسابي ما يبغيوش، خصك تدخل بكري مع 8، وانا ما حابش ندخل مع 8، حاب ندخل حتى 10. باش تنوض 8 تولي تنوض 6 كيما ينوض دابا، تولي ناس ملاح، تولي عاقل. ديباني صح يروح يدير الدار اللي عمره فوالا، يعني ديباني 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 باسكو كاين ديباني هكاك عام 6 شهور لازم هو اللي يديني عنده، ماشي انا نجيبو عندي للدار باش يعرفوا قيمة المرأة واش تسوى. وهذه هي نورمال. مشاهدينا الكرام، كانت هذه هي اجابات المواطنين الجزائريين على هذا الموضوع. ما بقى لي غير نقول لكم ابقوا اوفياء البرنامج صالح جدا، وما تنساوش اذا حبيتوا تقترحوا لنا مواضيع تبعتوا لنا عبر البريد الالكتروني الظاهر اسفل الشاشه. سلام.